طيب فاروق صلاح الاجتماع الفني خلص في جروة، نشوف ماذا تم فيه. فاروق أهلا بيك مرة تانية. من جديد بجدد التحية طبعا بيك أستاذنا الكبير أستاذ إبراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، وبجدد التحية بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل أستاذ إبراهيم، منذ دقائق انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقود الكاميروني اللي كان أقيم في استاد راماندي أجي ليستضيف أحداث مباراة الأهلي والقطن الكاميروني. أسفر الاجتماع عن التالي إن النادي الأهلي هيتم ظهوره في المباراة بالزي الأحمر بالكامل، ده هيكون الزي للنادي الأهلي في هذه المباراة، بينما نادي القطن الكاميروني هيكون ظهوره بالزي الابيض والرداء الابيض بالكامل. تم التاكيد خلاص من خلال الاجتماع الفني على فتح ابواب الاستاد روماندي اجي لتستضيف احداث اللقاء لجماهير القطن الكاميروني بالكامل مجانا. طبعا هننتظر نشوف العدد الجماهير اللي هيكون موجود في ارض في المدرجات قد ايه، لكن خلاص باكد لحضرتك هيكون حضور الجماهير للاستاد بالمدرجات استاد روماندي اجي مجانا، زي ما صرحت واكدت يعني وسائل او مسؤولي نادي اداره القطن الكاميروني، وزي ما ده تم تحديده من خلال الاجتماع الفني. يعني تقدر تقول برضو من خلاله تم تحديد موعد وصول يعني كلا الفريقين لارض الملعب او الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء قبل المباراه بساعه ونصف. تم الترتيب طبعا على هذه الامور وتم التنسيق على هذه الامور. طبعا حضر الاجتماع من قبل النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي، الكابتن ماهر عبد العزيز، والعميد علاء صلاح المنسق الامني للنادي الاهلي، وتم حسم هذه الامور. خليني برضو قبل ما اختم مع حضرتك بخصوص هذا الاجتماع، طبعا استاذ طارق قنديل رئيس بعثه النادي الاهلي دور كبير جدا في توفير واجواء مهمه جدا وجلساته مع اللاعبين برفع الروح المعنويه خلاص قبل المباراه اليوم، وكلامه مع كل اللاعبين كل لاعب على انفراد. يعني بشوف الاستاذ طارق قنديل يعني كل شويه تلاقيه مع لعيب مختلف حاول يرفع من الروح المعنويه لكل اللاعبين، والدور المهم جدا لرئيس بعثه فريق النادي الاهلي في توفير اجواء مناسبه جدا سواء واحنا متواجدين في جنوب افريقيا او هنا في جروه. يتبقى ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع فريق النادي الاهلي باذن الله في مباراه الغد باذن الله. استاذ ابراهيم كل التوفيق. شكرا جزيلا الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى جروه. والطبيعي ان القطن يلبس ابيض، يعني ما اعتقدش في قطن غير فالطبيعي ان القطن هيبقى ابيض فابيض والاهلي ان شاء الله تعالى احمر فاحمر. فكل التوفيق للاهلي باذن الله. ده كان كل اجواء جروه، الاستعدادات، حاله اللعيبه، كلام المدرب، تصريحات السفيره، انطباعات عدد من الجماهير القليله اللي موجوده. يبقى كل الدعاء بالتوفيق ان شاء الله تعالى للأهلي. المهم جدا انه يكسب المباراه عشان يكتسح حتى اثار الهزيمه المؤلمه اللي كانت بتاعه صن داونز. يعمل اللي عليه، الناس هتحترم اللعيبه وتحترم الفريق، واللي جاي ان شاء الله تعالى يكون احسن.